اهلا بحضراتكم مره تانية. خلينا نشوف ايه اللي اتقال على الاهلي في السوشيال ميديا بالتحديد قبل مباراه الغد امام الزمالك في القمه. خلينا نبتدي بالخبر ده. في الحقيقه ما رضيتش ياخده يعني في اول حلقه ونكبر القصه ونتكلم فيها كتير لان الموضوع مش مستاهل. يعني حساب جول على تويتر وبيتكلموا على بيان نادي الزمالك او خطاب نادي الزمالك اللي تم ارساله لوزاره الشباب والرياضه، بيطلبوا فيه اقامه مباراه القمه المقبله على استاد القاهره بدون حضور جماهيري، واداره نادي الزمالك بتطلب بتحقيق او بتطالب بتحقيق مبدا تكافؤ الفرص بعد اقامه مباراه الدور الاول على نفس الملعب بدون حضور جماهيري. وهنا السؤال يا جماعه، هو الواحد كان بيتفرج على مباراه ثانيه في الدور الاول؟ يعني اعتقد كلنا شفنا الماتش ده، ماتش اهلي وزمالك ما بيتفوتش يعني. فالماتش الدور الاول كان فيه جماهير اهلي وجماهير زمالك يعني. لو عندنا بعض الصور موجوده مثلا او فيديوهات للماتش او لقطات ماشي يعرضوها، بس ماتش الدور الاول كان اهلي وزمالك، جمهور اهلي وجمهور زمالك. يعني اذا احنا كنا شفنا ماتش تاني تمام، فما اعرفش فين موضوع ان يبقى بدون جمهور ده، مش عارف. رقم اتنين، اولا كامل الاحترام والتقدير يعني نادي الزمالك كنادي زمالك ككيان، لكن في نفس الوقت هو احنا اتفاجئنا ان الماتش بكره، يعني نادي الزمالك اتفاجئ ان الماتش هيتلعب بكره. طب فين من بدري؟ انتوا عارفين ان الماتش في اهلي استاد الاهلي والسلام. رقم ثلاثة، لو ده نوع من انواع التشتيت فمالهاش يعني، مش هيتشتت الاهلي بحاجه زي كده. الاهلي مركز في الماتش في ملعبه، مفيش اي مشكله خالص، واخد الموافقات الامنيه الملعب، رابطه الانديه على علم بكده، ورابطه الانديه هي اللي مقرره ان الماتش يبقى على الملعب او الاختيار الاول للنادي الاهلي. وقبل كل موسم كل نادي بيختار ملعبين، ملعب اساسي وملعب بديل. الاهلي مختار ايه؟ مختار ملعب السلام كاساسي، ملعبه البديل ايه؟ استاد القاهره. طيب هل ملعب السلام ما اتلعبش عليه مباريات بجماهير قبل كده؟ لا اتلعب. هل هو مش واخد الموافقات الامنيه؟ لا واخد. اذا ما ايه هو اللي يمنع خوض اللقاء في استاد الاهلي والسلام؟ مفيش، الا اذا احنا عايزين نعمل شويه جدل وبلبله وكلام من تمام. ف ما عنديش تعليق اكتر من كده يعني على عن الكلام ده. مصدر بقى من رابطه الانديه المحترفه رد وقال ايه، هقول لحضراتكم بالظبط لان برضو نقفل القصه دي. قال لك زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه، ملعب السلام حصل على الموافقات الامنيه واللازمه لاستضافه مباراه الغد بين الاهلي والزمالك في هذا الملعب. وهم بيقولوا يعني ان مفيش اي ازمه خالص ومفيش اي مشكله. وقال ان المباراه كمان دي ده يعني رد من رابطه الانديه المحترفه، ان مباراه الدور الاول كانت بحضور جماهيري، يعني كان في جمهور للاهلي وجمهور للزمالك بحضور 5000، او الماتش بكره هيقام ب 5000 مشجع، لكن الدور الاول كان ب 2000 هنا و 2000 هنا. فكمان المصدر قال ايه؟ قال نحرص على مبدا تكافؤ الفرص بين جميع الانديه في مصر. فيعني اي منطق يقول ان الزمالك يلعب على ملعبه اللي هو استاد القاهره الدور الاول اللي هو الماتش بتاعه اللي من تنظيمه اللي هو ماتش نادي الزمالك بجمهور، والاهلي الماتش بتاعه اللي من تنظيمه اللي هو ماتش النادي الاهلي على الملعب الاساسي بتاعه اللي هو الاستاد الاهلي والسلام يلعبوا بدون جمهور، فليه يعني؟ انهي منطق يقول كده؟ ففي كل الاحوال ماشي، نمشي الدنيا يا جماعه يعني، فاهم؟ زق معانا اليوم. خلينا نروح ناخد الوطن الرياضي وحسابهم على فيسبوك. مش عايزين نقف عند الحاجات اللي ممكن تعمل ازمات بصراحه. احنا حتى هنا كفريق عمل صممنا ان احنا ما نتكلمش في الموضوع ده في اول الحلقه بقى في الفقره الاولى ونكبر القصه ونرد وكلام من ده، لا مش مستاهله والله خالص يعني. ماتش بين فرقتين كبار، ان شاء الله الافضل يكسب باذن الله، يكون الاهلي هو الافضل. الوطن الرياضي بيتكلموا على تشكيل الاهلي المتوقع لمباراه الغد امام الزمالك وبيقولوا عوده القوه الضاربه. قال لك ايه التشكيل المتوقع؟ محمد الشناوي في حراسه المرمى، خط الدفاع علي معلول، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، محمد هاني، خط الوسط عمرو السوليه، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشه، خط الهجوم احمد عبد القادر، محمد شريف، وحسين الشحات او بيرسي تاب. ف ده التشكيل المتوقع من حساب الوطن الرياضي. خلينا كمان نروح للمصري الرياضي. حسام على تويتر بيقول ان قمصان يدرس الاستعانه بقفشه على مقاعد البدلاء امام الزمالك. يعني كل شيء وارد، قرار مدير فني، هو مدير فني دلوقتي الحالي لنادي الاهلي الكابتن سامي قمصان، فنتمنى له كل التوفيق باذن الله، وهو يعني صاحب قراره غدا واللي شايفه انسب اكيد هيعمله. ايا كان قفشه في الملعب او مش في الملعب، اكيد قفشه لعيب كبير جدا، لو ابتدى اساسي هيبقى اضافه، لو نزل كبديل اكيد هيبقى اضافه بالنسبه للنادي الاهلي. طيب خلينا نروح لخبر اخر من كوره بلس. حسام على تويتر بيقولوا ماذا يفعل الاهلي في مواجهات
القمة تحت قيادة المدرب المؤقت. وانا احب قوي الاحصائيات اللي بتبقى زي دي، يعني بيقول لك ايه موسم 2013 2014 كان مع الكابتن فتحي مبروك الاهلي فاز على الزمالك 1-0، كان الكابتن فتحي مبروك ساعتها مدرب مؤقت. موسم 2015 او 2014 2015 كان ايضا مع الكابتن فتحي مبروك والاهلي فاز على الزمالك 2-0 السوبر، وكان فيريرا بالمناسبه ساعتها برضو السوبر المصري. عام 2015 كان مع مين؟ مع الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، كان يعني مدير فني مؤقت والاهلي فاز 3-2 وكان برضو فيريرا مدير الفني الحالي لنادي الزمالك. موسم 2015 2016 كان ايضا مع الكابتن عبد العزيز عبد الشافي زيزو وفاز الاهلي 2-0 ايضا كان مدرب مؤقت في هذا التوقيت. هل ده معناه ان الاهلي هيكسب بكره؟ طبعا لا، بس هي ارقام ما تديش اي دلائل على ان الاهلي هو اللي هيكسب بكره. كره القدم وارد ده يكسب ده يكسب، وارد جدا خصوصا لما يبقى ماتش ما بين فرقتين كبار زي الماتش ده. طيب خلينا نروح لحساب كوره بلس، احنا لسه معاه، بيقولوا طاقم حكام القمه يصل للقاهره، الناس خلاص وصلوا. طاقم التحكيم بقياده الاسباني خوسيه لويس مونويرا وصل خلاص للقاهره لاداره المباراه بين الاهلي والزمالك. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق وان شاء الله نشوف يعني اداء تحكيمي مميز. اليوم السابع، بص بقى انا معايا خبرين عكس بعض، يعني اكبر دليل على الكلام اللي انا قلته في الاول بخصوص المدرب بتاع النادي الاهلي. اليوم السابع بعد استطلاع راي جوزيه، الاهلي يعقد اجتماعا مع باولو سوزا لخلافه موسيماني. ده اليوم السابع بيقولوا كده. ماشي، تعال بقى الخبر اللي بعده من في الجول. وكيل باولو سوزا، الناس في الجول راحوا بقى اتكلموا الوكيل بتاع الراجل ده، قالوا له الاهلي ايه الدنيا، قول لنا الدنيا ماشيه ازاي. قال لهم والله ما فيش اي جماعه مفاوضات ما بيننا وما بين النادي الاهلي. فانتوا هتلاقوا كتير جدا من اخبار تتقال على الاهلي انه خلاص اقترب من المدرب ده، وهو اصلا ممكن ما يكونش الاهلي تواصل مع المدرب ده، او ممكن يكون تواصل بس مش اولويه للاهلي. فاهم قصدي ايه؟ فدي جزئيه مهمه. فيعني خلينا ننتظر قرار مسؤولين عن الكره في النادي وقرار مجلس الاداره بخصوص المدرب الجديد، وكلنا ثقه في ان شاء الله باذن الله الاختيار يكون صائب وفي صالح مستقبل الفرقه. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل، استنونا.